يا خبزي الناضج على حرارة القلوب، يا طعم الحب وما أحلاه، يا ورودي المتفتحة على ثغر الجداول، يا شوق المنتظر ألف صمت وقصيدة، قد حان اللقاء وأينعت السنابل لتعانق الرموش الحقول، وعلى الخدود تزهر الأحلام، والوسائد عطر الفصول، والحنين أمسى لحنا يعزف أجمل المواسم. كلمة رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح الأستاذ بلال شحادي. صلوا على محمد. والله عم يفتري. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. راعي حفلنا العزيز رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج أبو حسن رعد، السادة رؤساء البلديات والمخاتير الكرام، الجمعيات التعاونية والحرفية، الأندية، الفعاليات الرسمية والأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، كل نصر وأنتم الأرفع شأنا، بمقاومة وجيش أضاءوا الوطن بأزهى الألوان، لشهدائهم لجرحاهم ولمجاهديهم كل العرفان، لزنودهم السمر لعرقهم الندي أرفع أسمى آيات الشكر والمجد والخلود وعلو الدرجات. لكم للفلاحين والمزارعين، لكل الأيادي الطيبة التي شاركت معنا اليوم والتي أعادتنا بهذا المعرض إلى ذلك الزمن الجميل، والتي أيضا أيقظت في ذاكرتنا تلك الأيام والأمسيات الرائعة التي كانت تحدث بينهم بأبهى صورها والتي شارفت على الإضمحلال. لولا تلك الأيادي المباركة، ولولا تلك القيم التي ما زالت تنعش ذاكرتنا العطشة لتلك الأيام وآدابها وعاداتها، فترانا كلما أوغلنا في دنيا المادة أبعدتنا وأنستنا ببريقها الخداع تلك الأيام التي أصبحت حكايات تروى حول المواقد وليالي السمر. إليهم كل التحية والشكر والامتنان. لا أريد أن أطيل، لكن أود أن أعلن اليوم أننا في اتحاد بلديات إقليم التفاح لابد لنا من التعاون مع الإخوة في جهاد البناء وجميع الجمعيات المعنية في تطوير وتحسين هذه المنتجات عبر السعي لإقامة أسواق متنقلة داخل القرى والبلدات، لتساعد المزارع والفلاح على تسويق إنتاجه بشكل أفضل، لتكون العلاقة أيضا بين المنتج والمستهلك، وعلى تأمين الجودة الأفضل ومواصفات مطابقة للجودة المقررة. كما أتوجه بالدعوة إلى أصحاب الهمم وإلى رؤساء المجالس البلدية لإعطاء أهلنا أقصى درجات الاهتمام بهذا القطاع التعاوني والحرفي، لتقصير المسافة بين الناس بتعزيز التسويق،
علنا نستطيع أن نعود أن نعود المواطن من جديد للتوجه إلى هذا النوع من المنتجات الزراعية الطبيعية، وبذلك نكون قد شرعنا في عملية تحصين المجتمع من الأمراض ولتحريك هذه العجلة الاقتصادية. آمل أن يتكرر هذا المعرض في كل مكان، في كل بلدة من قرانا. وفي الختام أتوجه بالشكر للإخوة في معلم مليتة بشخص رئيس مجلس إدارته والعاملين الذين ساهموا في إنجاز هذا المعرض، متمنين لهم دوام الصحة والعافية، ولكم أيضا كل الشكر على حضوركم، والسلام عليكم وكل نصر وأنتم بألف خير.